Tafadhal li Ustaz Andi Fadilullah, Ustaz Habibi Muhammad Dudi, Ustaz Andi Min Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ustaz Habibi Muhammad Dudi Min Universitas 11 Maret Surakarta. Saya uh, ya. Ashkurukum li Raisil Galsah Aladzi kod a'tona fursotan kolilatan ditakdimi makolatina Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan gamilatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mustami'un al mahbubun. Ma'akum ana Andi khalidullah wa Ustadzil Aziz uh, ad-Doktor Habibi Habibi Muhammad Lutfi Wa ana min gami ati sunan kalijaga al-islamiya lukumiya di Yogyakarta bahwa min gami ati 11 Maret di Indonesia Taib mubasyaratan lihadil munasabah al-qayimah wal furso al-ghaliyah Awaddu an uqaddimalakum makolatana bil maudhu at-taksir minal madhab al basori على كتاب النحو الواضح الذي ألفه أستاذ علي جريم ومصطفى أمين هذا البحث يأتي بالمشاكل لإلم النحو تطره المشاكل لإلم النحو جدلا بين المدارس النحوية الخمسة يعني المدرسه البصريه والكوفيه والبغداديه والاندلسيه ومصر واحدها هو استخدام المصطلحات لمدرسه البصره وتاثير لشخصية النحوي من مذهب البصره على كتاب النحو ظاهر جدا ويمكن اثبات ذلك في استخدام المصطلحات النحويه وهذا البحث تهدف هذه المقالة إلى مزيد من البحث في أثار مذهب البشرة على كتاب النحو الواضح لأن كما عرفنا على أن كتاب النحو الواضح يعني كتاب لعلم النحو كتاب لعلم النحو من جمهورية مصر العربية تستخدم هذه الدراسة منهجا نوعيا يعني بحث مكتبي وهو عبارة عن سلسلة من الأنشطة المتعلقة بأساليب جمع بيانات المكتبة والقراءة والمقابلة وتدوين الملاحظات ومعالجة المواد البحثية ولهذه المقالة قمت بزيارتي إلى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية لقيامي بالمقابله مع اللغوي المصري الحديث يعني الاستاذ الدكتور محمد محمد امام داود وقمت بالمقابله معه على ان على ان على على هذه المقابله تتعلق بهذا الكتاب يعني كتاب النهودي وايضا زرت الى مجمع اللغة العربيه بالقاهره لي لأن أقوم للقيام بالمقابلة مع أستاذ مجاور في مكتب مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لأن المؤلف لأن المؤلفين من هذا الكتاب يعني أُدُون في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وتشير النتائج لهذه لهذه الدراسة على أن يمكن القول: بكتاب النحو الوادي سيطر عليه مذهب البصرة، المدرسة البصرية كما يتضح من الاستخدامات العديدة للمصطلحات من المدرسة البصرية في هذا الكتاب، يعني الأول استعمال الجر كما عرفنا على أن مذهب الكوفي يستعمل الخفض والثاني يعني استخدام المصطلحات استخدام المصطلح نائب الفائل نائب فائل في الجملة المبنية للمجهول وثالث استخدام مصطلح المفعول في الذي يشير إلى الزمان والمكان وأيضا استخدام مصطلح استخدام مصطلح الصفات كما عرفنا على أن المذهب للكوفي yani yastamilu anat li hadhihi uh, li hadhihi istilah wa aidan asma'u sitta asma'u sitta hiya abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa zumalin wa hanuk allati uh, kullu mi, kulluha min mustalahat an nahwiyah itadam itamadaha al ulama min al madrasah uh, al basriyah li anna al waqt qasir Uh, Syukran lakum gamian ala alal frusah wa atlubul afal minkum ala uh, wa atlubul ala minkum alal ala 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 warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.